نجم الجبوري قبل سنتين كان خوش زلمه وطني خوش زلمه قاتل، والبرلمان كتب له استثناء، هذا وطني استثنوه، نفس البرلمان يجي يكتب والله هذا بعثي لازم تطلعوه. الجبوري ينفجر غضبا بوجه البرلمان ويسأل كيف تحولت من خوش زلمه الى بعثي. بغضب تحدث محافظ نينوى نجم الجبوري عن استبعاده من سباق الانتخابات المحلية بوصفه مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة. وتساءل الجبوري ما الذي تغير ليتحول بنظر البرلمان من رجل وطني إلى بعثي؟ وفي ختام مداخلته ضمن فعاليات منطقة الشرق الأوسط في أربيل طلب مزيداً من الوقت للبوح بكل ما في قلبه، وعزى المحافظ الأزمات والمشاكل في محافظة نينوى إلى التدخلات السياسية والأمنية، وطالب بإيقافها فوراً من أجل مواصلة